السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعي موقع قناة ماجد فوتوز دوت كوم، أخوكم ماجد سلطان زعابي. شقنا لكم من بعد ما انتهى الموسم الأول وراجع لكم في موسم ثاني جديد بإذن الله. راح تكون في حلقات جديدة وايد حلوة عن التصوير الفوتوغرافي، راح نتكلم عن بعض الكاميرات والعدسات اللي نزلت حديثا بالسوق، كذلك بعض الأكسسوريز أو الإضافات اللي تعطي حق المصور مجال إبداعي أكبر ما كانت الكاميرا والعدسة تتيح لهذا المجال. راح نستضيف بعض المصورين الخبراء في مجال معين، نستفيد من خبرتهم ويفيدون اللي يشوفون هذه الحلقات. كذلك ما ننسى فقرة شرشحني للصور، بحيث أن نستقبل صوركم. تقدرون ترسلون الصور الحين على photo@majidphotos.com، نستقبل هالصور، نحاول في بعض الحلقات ناخذ مجموعة من الصور نفتحها باللايت روم ونشرشحها. ماكو مجاملات يا ملك التصوير يا امبراطور وما شنو نفس المنتديات وانستغرام، لا، راح ننتقد نقد بناء بحيث ان نرتقي في مستوى الصوره العربيه. وكل الشكر حق شركه AAB World عالم AAB على رعايتهم للموسم الثاني، وهالمره قدموا لنا جوائز وايد احلى من الموسم الاول، وراح تكون بالعافيه على اللي شارك ويتفاعل معنا في هذه الحلقات. هذه حساباتهم حق اللي يبي يتابعهم على شبكات التواصل الاجتماعي. بداية فبراير خلكم مستعدين، اللي ما سوى سبسكرايب حق قناتي يسوي سبسكرايب، اللي يحس ان احد من ربعه ممكن يستفيد من هذه الحلقات كنا ما يدري يسوي لنا تويت ولا شير في انستغرام بحيث ان الكل يستفيد. اشوفكم على خير، مع السلامه.